اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه الصحه والجمال وحلقه جديده ومختلفه من برنامجكم لمسه ولعبه. اعزائي المشاهدين، النجاح ليس كلمه تقال، ولكن لكي تحقق النجاح هناك عوامل واسس لا بد من تحقيقها لكي تصل الى النجاح. لكي تصل الى النجاح عليك ان تعمل، وعليك ان تجتهد، وعليك ان تجتهد، ولكن هناك ظروف لابد ان تفعلها لكي تصل الى النجاح الذي ترجوه. عليك ان تعمل، وعليك ان تجتهد، وان تفكر كثيرا كيف تنجح، وان تضع خطط وطرق ترسمها بتمعن ودقه وتسير على كل خطواتها لكي تصل الى النجاح. اعزائي المشاهدين، زي ما وعدنا حضراتكم في الحلقه السابقه اننا في برنامج لمسه ولعبه سوف نعرض على حضراتكم مجموعه من النماذج المشرفه من برنامج لمسه ولعبه الذين استطاعوا ان يحققوا حلمهم وينضموا الى انديه في الدوري المصري. وطبعا كن معنا ضيف، يسعدنا ويشرفني يكون معايا ضيف النهارده اللاعب معاذ عاشور، لاعب نادي الشمس مواليد 2003. اهلا وسهلا بك معاذ، نورتنا وشرفتنا النهارده في برنامج لمسه ولعبه. حبيبي يا معاذ، كنت عايز اعرف كده منك يا معاذ، بدايتك مع الكوره جت ازاي؟ بدايتك بقى انضميت لقطاع ناشئين لمسه ولعبه ازاي؟ الظروف اللي كانت محيطه بالنسبه لك عشان تصل الى ان تكون لاعب كره قدم وحاليا انت في نادي الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم، والله يا كابتن، بدات في اكاديميه عندنا في الصف اسمها اكاديميه الموابين، فضلت معاه حوالي 3 سنين مع كابتن محمود سعيد وكابتن سيد غريب، وبعدين رحت مركز شباب الصف مع كابتن ياسر عمر، لعبت معاهم سنه دوري منطقه الجيزه، وبعدين رحت اختبارات ناشئين نمسا ولعبة، والحمد لله انضميت ليهم وبدأت معهم فترة الإعداد، ولعبنا دوري سنة باسم اتحاد عرب ونيم، ومنها رحت نادي الشمس. طبعا بعد السنة رحت نادي الشمس انضميت برضو معهم فترة الإعداد، والحمد لله مع الشمس الحمد لله دلوقتي. طيب يا معاذ، كانت ترددت انباء واخبار عن انضمامك الى انديه كثيره جدا، ولكن فوجئنا في نهايه المطاف ان رسى بيك المطاف الى ان انضميت الى نادي الشمس. احكي لنا بقى الظروف والملابسات والدنيا جت ازاي ان انت من انديه كبيره انضميت لنادي الشمس، ايضا العريق طبعا. والله يا كابتن، اول حاجه يعني ان نادي الشمس نادي كبير، الحمد لله بنلعب دوري القاهره. طبعا انا قبل ازمه كورونا السنه اللي فاتت رحنا الاهلي، كنا في ماتش ودي مع ناشئين لمسه ولعبه، رحنا الاهلي وكان ساعتها مدرب عام كابتن شريف عبد الفضيل، وكان سمعت ان كنت خلاص هنضم وكده، وتم اختياري وكنت اجهز ورق وكده، بس طبعا جت ازمه كورونا وقفت النشاط، وبعدين برضو في نفس يعني بعدها بشهر انا قعدت بقى في البيت، اتضايقت وكده، بس قعدت في البيت حوالي شهر، وبعدين حضرتك وكابتن مندو طبعا ساعدتوني وقفتوا جنبي، كنت دايما بتساندوني وتقولي لي لا انت لسه الطريق لسه طويل، دي مش نهايه العالم. وبعدين نزلت تاني، كان في كنت خلاص جت جه وفد من الامارات تقريبا، وكنت خلاص اسافر مع كذا حد وكده، بس برضو كورونا برضو المطارات تبقى تقريبا اتقفلت او كده، وقعدت تاني. بعدين رحت برضو قعدت في البيت تاني، وبعدين نزلت فضلت اتمرنت مع الزمالك 2003 شهر ونص مع كابتن سيد حنفي، وقال خلاص برضو تم اختياري وكنت انضم للفريق وكده، بس حصل تغيير في الجهاز الفني وكده، وجي كابتن سامح اسماعيل ومشي بقى، ما حصلش نصيب. بس الحمد لله يعني طبعا نادي الشمس نادي كبير مع كابتن محمد فتحي وكابتن محمد عبده، عاملين شغل يعني الحمد لله. لو جينا معنى كده ان احنا لو جينا نقول اصعب موقف مر عليك في حياتك الرياضيه، انت لسه 17 سنه، لسه سنك صغير طبعا، بس عايزين ناخد منك بقى التجربه من اصعب موقف انت مريت بيه في لعبه كره القدم. والله اصعب موقف اصعب موقف تقريبا لحد دلوقتي اللي هو بتاع الامارات ده، هو انا بصراحه حلم حياتي طبعا ان اسافر بره مصر، ما فيش الوسايط، ما فيش اللي هو يعني المجاملات بره مصر، انت ونصيبك وانت ومجهودك بتحدد طريقك، وانا بصراحه كنت خلاص اسافر وزعلت قوي، بس الحمد لله عشان ازمه كورونا يعني الحمد لله ما حصلش نصيب. الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله. طبعا انت معز من الصف، طبعا الصف محافظه الجيزه،
لنادي الشمس مسافة بعيدة جدا. والله كنت عايزك بقى تحكي لنا عن خصوصا التدريب بتاعكم كم يوم في الأسبوع؟ أربعة أيام عدد ثلاثة أربعة خميس وماتش جمعة. المواصلات بتاخد قد إيه الوقت؟ التعب بتاعك اللي أنت بتتعوده؟ والله يا كابتن أنا التمرين بتاعي بيبقى الساعة 8 بخرج من البيت الساعة 4:30. مشوار طويل وبس يعني كل مجتهد النصيب طبعا، لازم اتعب، انا ما تعبتش مش هوصل، فطبعا يعني الحمد لله يعني ما مش حاجه، بس المسافه بعيده وكده. ما كان بتاخد قد ايه وقت يعني مثلا من الصف لنادي الشمس تاخد قد ايه؟ ثلاث ساعات ونص الطريق واقف ونص. 4 ساعات كده بس عادي يعني، بس لازم اتعب طبعا. وطبعا زي ما كل عارف يعني اي لاعب ناجح طبعا اكيد تعب، وامثله طبعا كابتن محمد صلاح اكيد برضه كان مشوار بيروح كده. طيب يا معلم برضه كنت عايز اتكلم معاك عن النشاط الرياضي ودور النشاط الرياضي. طبعا تنثرت الاخبار اخيرا عن ان النشاط الرياضي احتمال يكون الدور الاول فقط، هل من وجهه نظرك انت كلاعب هل ده هياثر عليك او على مجموعه من اللاعبين سلبي، ولا الدنيا تبقى ماشيه ازاي؟ والله يعني اكيد يعني هياثر عليا، و من ان انا ممكن واحد تاني لاعب غيري هيقعد في البيت مثلا يجي يرجع تاني مكسل، وزنه زاد، مش عارف ايه، ما اتمرنش في البيت، فطبعا هيبقى صعب الموضوع، صعب ان هو يرجع تاني. وواحد زي مثلا لا اتمرن في البيت ويرجع تاني، ما عنديش مشاكل يعني ان يتوقف ويرجع، عشان طبعا ازمه كورونا، وان شاء الله يعني تعدى على خير، ما الحمد لله نعمل ايه. طيب كنت عايزك بقى معاذ تكلمني عن اصعب موقف مر عليك وانت بتلعب كوره في الملعب. أصعب موقف مرة لي وأنا بلعب في الملعب تقريبا كان اتحاد عرب قريم اللي هو شايل نمسا لعبة، رايحين نلعب الشمس في الشمس، طبعا الشمس فريق كبير ومسمع وأول مجموعة وكده. فاحنا رايحين كان اللي هيفوق يعني اللي هياخد نقطة هيصعد قطعات، فطبعا رايحين اللي هو نخسر وكده عادي، بس رحنا ونزلنا ولعبنا، وساعتها جبت جونين كنا فايزين 3-1 لغايه 10 دقائق 3-1. بس غلطات كده صغيره، الشمس فاز 4-3، وكان ساعتها كان ماتش جامد، كان اعصاب بقى وكده. انا خرجت في الدقيقه 70 تقريبا، كنت واقف بره يعني طالع فايزين 3-1 والماتش كده، والحكم جه علينا برضو، وفضل يعني كان صعب، ماتش صعب ساعتها، ده صعب. طيب ماتش كنت عايز اتكلم برضه معاك معاذ عن من هو مثلك الاعلى سواء داخل مصر او خارج مصر. والله يا كابتن يعني انا مثلي الاعلى في مصر كابتن عماد متعب يعني، ده بره مصر ليفاندوسكي، عشان طبعا ليفاندوسكي ببص له ان هو يعني اكتر حد بيشتغل على نفسه، كان في بروسيا كان اللي هو عادي لعيب عادي وكده، ولما راح بايرن كله قال ده هيفشل، وكان في ناس هناك وعمالقه وكده، وهو اشتغل على نفسه سنين وخد احسن لاعب في العالم، يعني ما فيش حاجه مستحيله. كل حاجه سهله، بس محتاجه تعب واجتهاد في الملعب، وبره الملعب تعب برضه. طيب يا معلم برضه كنت عايز اتكلم معاك عن والدك وطريقه الدعم اللي بيدعموا ليك والدك، كنت عايزك برضه تتكلم معانا في النقطه دي. والله يا كابتن عبد الرحيم والدي ووالدتي يعني الحمد لله ان هم موجودين في حياتي، دايما مساندين وبيدعموني، عمرهم ما قالوا لي لا في حاجه، ودايما والدي بيتكلم معايا ان هو يعني ما فيش حاجه صعبه، اتعب عشان ربنا يديك. وانا ووالدتي برضو دايما مسانداني طول الوقت بجانب الدراسه برضو، دايما بيقولوا لي اتعب عشان ربنا يديك، وانا بصراحه يعني الحمد لله عندي ثقه في ربنا ان انا هوصل لمكان. انت لو تفتكر السنه اللي فاتت برضه كنا مع بعضنا في حاله على الهواء، هنا قلت لك يا معز هتوصل وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك، وبدايتك في نادي الشمس نادي اتحاد عرب غنيم برضه بدايه كويسه جدا وبدايه مبشره. مركزك في الملعب مركز مهم جدا، مصر كلها بتدور عليه النهارده، مركزك فيرويد، مصر كلها النهارده بتدور على فيرويد كويس، بسم الله ما شاء الله امكانياتك كويسه، دنيتك كويسه، ماشي مع النادي كويس، في التدريبات كويس. كنت عايز اسالك برضه معاذ، هل انت بتنسق بين المذاكره وبين الدراسه ازاي والتدريبات، خصوصا 4 ايام في الاسبوع تدريب كتير جدا على طالب في ثالثه ثانوي؟ كنت عايز اعرف منك بقى بتظبط الكيمياء بتاعتك بقى دي ازاي؟ والله يا كابتن اي حد هيعوز يعمل حاجه هيعملها، بس محتاجه ان يقعد مع نفسه ويفكر، ومحتاجه وقت يعني تنظيم وقت، اي حاجه منظمه هتنجح. انا
يعني ايام التمرين، يعني انا اربع ايام تمارين وثلاث ايام باخد فيها الدروس، وده وبروح التمرين واجي برضه بذاكر وكده. بس يعني اهم حاجه النظام، اللي بينجح يعني هل البني مثلا ادم النظام. بتقسم وقتك، مثلا بتبقى مثلا الصبح تدريبات، في الايام اللي فيها تدريبات، اخر النهار مذاكره؟ من الصبح من الساعة 8 للعصر طبعا بروح بيت العصر، بعد العصر ده التمرين بروح بعليا دروس باخدها وبروح، وفي جيم بالليل وبروح بقى في الآخر خالص طيب كده. انا كنت عايز اتكلم معاك برضه في نقطه ثانيه. انت ساعه ما كنت موجود في نادي الزمالك، الفتره اللي كنت موجود فيها شهر ونص اللي هي فتره الاختبارات، كان احساسك عامل ازاي؟ خصوصا انا كنت معاك في اليوم ده، اول يوم انت نزلت فيه الملعب بتاع نادي الزمالك، انا شفت الدموع في عينيك يعني وانت موجود في ملعب نادي الزمالك. كنت عايزك بقى تقول لي شعورك بقى واحساسك وانت موجود جوه نادي الزمالك. والله يا كابتن ابراهيم، يعني انا من صغري، من وانا عندي 5 سنين وقعت على الكوره كده، من ساعتها وانا والدي زملكاوي. هو انا يعني لما وقعت على الكوره حقيقه دي جت دخلت فيا زي ما كنت، مش ما تلاقيش في اي حد مش بإرادتك، اه حاجة مش لا هي بإرادتك. كده بدات اتفرج على ماتشات الزمالك، بدات اسال مين ده اسال مين ده، واجيب فيديوهات من عمرو زكي، كابتن ميدو، اللي هم الفراوده وكده، وكمان كانوا محترفين بقى وكده، كان مثل اعلى. وطبعا يعني زملكاويتي صعبه، انا دايما يعني كنت وانا صغير بتعصب قوي، ولو لو ماتش عدى مثلا خسرنا تعادل دايما اعيط كده. فلما طول لما كبرت عرفت بقى ان الكوره طبعا مكسب وخساره، واللي بيتعب هو اللي بيكسب وكده. فطبعا انا ما كنتش مصدق نفسي ان انا رايح نادي الزمالك، يعني اول مره في حياتي ادخل، نزلت الملعب رهبه يعني حاجة كبيرة أوي. نزلت الملعب طبعا ما كنتش مصدق إن أنا بتمرن معاهم وكده، وطبعا اتمرنت معاهم أول 3 تمرينات، كان مستوايا اللي هو مش مستوايا برضه عشان من الرهبة والخوف. فطبعا بدأت كابتن سيد حنفي قال لي أنت مستواك بيعلى، أنا هسيبك أشوفك وكده. فطبعا بدأت أعلى 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 لحد ما خلاص كنت أنضم وكده. وجي كابتن سامح إسماعيل الجهاز اتغير، فطبعا ما شافنيش وكده، او مش انا اللي هو عايزه كده، فما دخلش حد على الفرقه جديد وكده. فطبعا مشيت بقى، ما حصلش نصيب طبعا، بس زعلت جدا، واتمنى يعني في يوم من الايام ان ابقى في نادي الزمالك تاني. طب انا عايز بقى شعورك بقى واحساسك بقى وانت في نادي الزمالك وانت رايح بقى مروح البيت، جاي من التمرين من نادي الزمالك، كان احساسك وشعورك عامل ازاي؟ والله كنت انا ما كنت مصدق، يعني انا ما من وانا رايح اول يوم كده انا كنت فرحان قوي، كان كاني رايح فرح يعني نادي الزمالك. انا شفت النادي من بره انا رهبه، وبدات يعني في كده ارتعش من يعني، والدموع كانت دموع فرح برضو، اللي هو مش مصدق نفسي ازاي انا يعني كنت وانا صغير اقول يا له يا سلام لو ادخل مثلا نادي الزمالك او اعدي من قدامه كده. فما كنتش مصدق ان انا جوه بتمرن جوه، بشوف ناس كتيره، كنت بشوف رموز، كنت شفت كابتن حلمي طلان وكابتن محمد صبري وكذا حد كده، ما كنتش مصدق ان انا اشوفهم في يوم من الايام. بس فكانت رهبه طبعا، ويعني حب الزمالك برضو ما بيتوصفش بصراحه. طيب انا كنت عايز منك رساله يا معاذ لزمايلك في الفرقه، رساله لوالدك ووالدتك. والله هنبدا بزمايلك في الفرقه ونختم برساله والدك ووالدتك. زمايلي في الفرقه ان يعني اي لاعب يعني لازم يبقى عنده صبر، واي لاعب عنده طموح، ولازم يبقى عنده ثقه في ربنا انه هيوصل، ما ييأسش ابدا، ويتعب ويشتغل على نفسه، وطالما هو عنده ثقه في ربنا وتعب اكيد هيوصل في يوم من الايام، عشان ربنا ما بيخيبش ظن حد فيه. واهم حاجه يكون يعني صافي وصافي للمكان اللي هو فيه، ونيته سليمه، ويبقى يشتغل في شغله كويس. وربنا اكيد هيكرمه يعني. واهم حاجه برضو ان هو يعني يصلي برضو ويتعب في التمارين، واساس يعني اساس نجاح اللاعب التمارين طبعا. في لعيبه كتير قوي انا اعرفها ما بتحبش التمرين وتحب الماتشات. طيب رساله بقى لوالدك. رساله لوالدي، والله يعني الحمد لله ان والدي ووالدتي في حياتي، يعني الحمد لله ان هم مساعديني، بيساعدوني كل وقت ومساندني في طول الوقت، وكل ما اقول على حاجه ما بتقليش غير حاضر، ويعني ربنا يخليهم في حياتي، وانا والله ما يعني ماليش غيرهم في الدنيا ربنا دي. يخليهم لك. ربنا يا طب يخليهم عايز منك بقى رساله اخيره للكابتن محمد فتحي مدير فني نادي الشمس، ورساله للمدربين اللي اشتغلوا معاك قبل كده.
والله يعني كابتن محمد فتحي الحمد لله انا بحمد ربنا ان انا اتمرنت تحت ايده، اتعلمت منه حاجات كتيره قوي ولسه هتعلم منه ان شاء الله. هو كابتن محمد فتحي من النوع اللي هو ما بيبخلش على اللي هو يعني ما بيبخلش على يعني مثلا لو انا كره مثلا جات لي وكده ما يعديهاش، ما يعديش لو كره ميت لا يرجع وينصحني ويقول لي الصح والغلط ولازم تتعمل كده. يعني ما شاء الله يعني في شو في يعني بيرضي ربنا في عمله وشغله، وانا الحمد لله احمد ربنا ان انا اتمرنت تحت حد، وحضرتك برضو كابتن مندم، يعني كابتن مندم من اكتر الناس اللي سندتني في حياتي، وحضرتك كنت بتدعموني. وفي الفتره اللي انا قعدت فيها في البيت فضلتوا تتكلموا معايا ورجعوا نهايه الطريق لسه مش عارف ايه كده، يعني انا ربنا رزقني بيكم يعني الحمد لله. انا مش عارف لو ما كنتش في حياتي كنت كان زمان بطلت كوره والله، ربنا يخليكم ليا يعني الحمد لله. يا معز ربنا يكرمك ويوفقك في اللي جاي، وان شاء الله باذن الله ترجع نادي الزمالك وتحترف بره ان شاء الله. شكرا لك يا معز، نورتنا في حلقه النهارده من برنامج لمسه ولعبه. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفقره الاولى من برنامجكم لمسه ولعبه، هنخرج لتقرير عن بطوله برنامج لمسه ولعبه ونرجع لكم مع الفقره الثانيه، انتظرونا.
أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الفقرة الثانية من برنامجكم لمسة ولعبة. أعزائي المشاهدين، مستمرين في عرض نماذج النجاحة من برنامج لمسة ولعبة الذين استطاعوا أن يحققوا ولو جزء بسيط من هدفهم وأحلامهم. يسعدني طبعا يكون معايا في الفقرة الثانية الكابتن قطب جمال الشربي مندو، المدير الفني لنادي الاتحاد عرب غنيم مواليد 2004 ولاعب نادي الشمس السابق والمستشار الفني لقطاع ناشئين برنامج لمسة ولعبة. أهلا وسهلا بك كابتن مندو. أهلا وسهلا كابتن عبد الرحيم. ويسعد طبعا يكون معايا لاعب نادي الاتحاد عرب غنيم مواليد 2004 اللاعب محمود فصيح. اهلا وسهلا بك يا محمود. اهلا وسهلا بك يا اخوي. وطبعا معايا لاعب نادي الشمس ولاعب نادي عرب غنيم سابقا وحاليا لاعب نادي الشمس مواليد 2003 اللاعب نور حسين. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك كابتن عبد الرحيم. شرفتونا نورتونا النهارده في برنامجكم لمسه ولعبه. طبعا البدايه هتكون معاك يا كابتن مندو، كنت عايز اعرف بدايتك بقى في اللعب بقى بغض النظر عن التدريب، كنت عايز اعرف بدايتك في لعب كره القدم كانت ازاي، مشوارك بدا ازاي في كره القدم كلاعب؟ والله مشواري قصه طويله قوي. يعني انا اول حاجه بديت نادي 15 مايو. كنت رايح مع واحد صاحبي ما كنتش في دماغي الكوره خالص، فكنت رايح عادي بره، قاعد بره عادي، فواحد كلمني قال لي تعالى انزل احنا عدد قليل، فانزل ايه العب معانا التقسيمه. فاداني الجزمه ونزلت لعبت معاه. الكابتن اول ما شافني قال لي لا انت تيجي تمضي معايا وان شاء الله تسجل معانا وتلعب دوري هنا معانا في 15 مايو. مضينا طلعت خلصت التمرين وطلع مضينا على الاستماره، وقابلته تاني يوم جبت له الورق بقيه الورق، والحمد لله مضيت في مايو ولعبت 6 شهور معاهم، كنت هداف الدوري 48 جون. والحمد لله جال عرض من الاهلي بس حصل اختلاف في العرض. بعدها بفتره جالي على نادي الشمس، مشيت ب 21000 جنيه نادي الشمس وانا عندي 11 سنه. انطلقت بقى في الشمس، لعبت لحد 15 سنه، صعدت فرق اول من 15 لعبت 16 سنه. بعد كده جيت اعاره حلوان عام فريق اول ممتاز به، رجعت تاني للشمس، وبعدين باعوني للنادي الداخليه. دي نهايه مشوار في النادي الداخليه. طيب انا شايف سنك صغير على نادي الشمس ونادي الداخليه وفريق اول، كنت عايز اعرف منك بقى ليه اتجهت للتدريب في سن صغير؟ والله انا كنت حابب ان انا اكمل كلاعب كوره، بس الحمد لله ما الحظ ما زعفنيش. جات لي اصابه، جالي رباط صليبه، فعملت العمليه ونزلت لعبت عليها، فما هيأتش كويس، فرجعت لي تاني الاصابه. فالحمد لله اللي هو الكابتن قال لي شكرا اقعد في البيت لانك انت مش هتقدر تكمل عليها تاني. دخلت في حاله نفسيه ودمرت نفسيا بسبب الاصابه ديت. ففي كابتن تاني كابتن حاتم حسن كلمني قال لي بدل ما تطلع من المجال خالص ابدا اشتغل على نفسك واشتغل واعمل شهادات، اشتغل انت مدرب هتبقى مدرب كويس وانت لاعب ذكي ولاعب كويس جدا. فعشان كده سمعت كلامه وبدات اخش اشتغل على نفسي في الشهادات والكلام ده الحمد لله يعني. طيب ارجع لك انت يا محمود، كنت عايز اعرف برضه بدايتك في كره القدم جت ازاي؟ ازاي انضميت لقطاع ناشئين برنامج لمسه ولعب؟ كنت بلعب في مدرسه في اكاديميه في بلدنا احنا في الشبك. راح كابتن مندو كان بيتفرج علينا، راح شافني وقال لي تعالى العب معايا وكده، فروحت معاه انضميت لنادي عرب غنيم. لعبت معاهم الموسم اللي فات والموسم ده مكمل معاهم ان شاء الله. ربنا يوفقك يا محمود. طيب وانت يا نور، كنت عايز اعرف برضه بدايتك في كره القدم جت ازاي؟ خصوصا ان انت حاليا طلعت من قطاع ناشئين برنامج لمسه ولعبه ونادي الاتحاد عرب غنيم وصلت لنادي الشمس. الحمد لله كابتن، انا يعني وانا صغير اخويا قدمني في النادي وربنا كرمني واتأيدت وقعدت 10 سنين في النادي عرب الاتحاد عرب غنيم لغايه ما ربنا كرمني ولعبت في عرب غنيم 2003 مع حضرتك ومع كابتن مندو، لغايه ما ربنا كرمني السنه اللي فاتت وجالي عرض من نادي الشمس ورحت الحمد لله، وحاليا انا بلعب في نادي الشمس وده شرف ليا كبير جدا جدا. حبيبي يا نور، ربنا يوفقك ويكرمك يا حبيبي في اللي جاي ان شاء الله كابتن. طيب كابتن مندو، ارجع لك في الكلام تاني، كنت عايز اتكلم معاك عن الطريقه المثاليه لاعداد لاعب كره قدم. الطريقه المثاليه؟ بص انا لما بيجي لي اللاعب تمام ببص على المقومات الاساسيه لكره القدم، هل هو مميز فيها؟ ببدا اشتغل له على اللي هو النواقص اللي عنده واطور له منها، والحمد لله يعني انا معايا لعيبه نور كان معز عاشور ومصطفى عيد، الحمد لله اشتغلت عليهم كويس لدرجه ان انا وديتهم لنادي الشمس بسم الله ما شاء الله عاملين هناك مستوى جيد جدا. معايا نور بسم الله ما شاء الله بيلعب في كذا مكان في الملعب، وده حاجه ميزه على فكره في لاعب كره القدم. ربنا يوفقه ويوفق مصطفى ويوفق معاز يا رب. طيب كنت عايز اعرف في ظل ازمه كورونا رايك في مسابقات الناشئين هذا الموسم،
في ظل انتشار أزمة كورونا والأنباء المتناولة، لا الموسم شغال، لا الموسم انتهى، لا هيبقى الدور الأول بس، لا هيبقى فيه صعود وتصفيات بس في الصيف، انت عايز اعرف رأيك بقى في الموسم السنة. والله يا كابتن عبد الرحيم، هي كيس الكورونا أصلا، موضوع كورونا ده خلى دخل رهبة جوه البنادمين كلها، لدرجة ان حتى انت ماشي في الشارع الناس لو واحد عطس أو كح الناس بتبص له بصة مش كويسة، فالحتة ده دخلت نفسها عامل نفسي، فاتأثر بقى المجتمع كله، مش المجال بس الرياضة بس، احنا لدرجة ان احنا لعبة بنحبها وبنتمتع منها لعبة كرة القدم. باجي انزل الماتش، فالماتش التاني بيبقى ليها ماتش تاني بعديه الجمعة اللي بعديه، بيبقى خايف لا ينزل قرار يصدر قرار ان الدوري اتلغى، فده عاملة أزمة كبيرة، وربنا يحفظنا يا رب منها ويشيل عنا البلد يا رب. اللهم امين يا رب. طيب يا محمود، برضو كنت عايز اتكلم معاك عن طبيعة تدريباتنا في نادي اتحاد عرب غنيم، الأجواء اللي انت شايفها واللي انت حاسس بيها في نادي عرب غنيم وقت ناشئين برنامج لمسة ولعب. أجواء كويسة يا كوتش، والحمد لله كابتن منظور مش مخلينا محتاجين حاجة، بيوفر لنا كل حاجة. طبعا بنتمرن 3 أيام في الأسبوع، الأجواء كويسة، بنتمرن الصبح، معانا كابتن كمال برضو، كابتن سعيد برضو بيمرنوا معاه، الحمد لله يعني مش مخلينا. ربنا يوفقك يا محمود. طيب يا نور، كنت عايز اتكلم معاك، كيف كانت طريقه انضمامك لنادي الشمس؟ انا يا كابتن يعني انا قعدت فتره كبيره قوي في نادي عرب غنيم وصبرت، وربنا كرمني على قد تعبي ومجهودي، ولغايه ما ربنا كرمني رحت نادي الشمس، وده شرف ليا كبير جدا يا كابتن ان انا بتمرن تحت جهاز فني محترم، وانا ده شرف ليا جدا جدا اللي انا بلعب في نادي الشمس. طيب ومعانا مداخله مهمه جدا، طبعا معانا الكابتن كمال فتحي المدير الفني لقطاع ناشئين لمسه ولعبه مواليد 2006. اهلا وسهلا بك يا كابتن كمال. حبيبي يا كابتن عبد الرحيم، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي يا كابتن كمال، ايه رايك في الاجواء الموجوده في قطاع ناشئين برنامج لمسه ولعبه، خصوصا ان انت المدير الفني لقطاع ناشئين لمسه ولعبه مواليد 2006؟ يا ريت كابتن كمال، يا ريت تقفل التلفزيون وتسمعنا من الموبايل، وطي التلفزيون بس يا كابتن كمال واسمعنا من الموبايل بس. والله يا كابتن انا شايف المنظومه كويسه جدا. طب ثواني. الو، ايوه كابتن كمال اتفضل، كلنا بنسمعك. كابتن عبد الرحيم، والله انا شايف المنظومه كويسه جدا، وفي مدربين على اعلى مستوى طبعا، كابتن سعيد وكابتن خالد عزام وكابتن مندو، طبعا من المدربين الممتازين جدا جدا، وحضرتك مشرف على القطاع، يعني حضرتك منجح المنظومه بطريقه كويسه جدا. فانا طالع اسال سؤالين. اتفضل، هو المفروض ان احنا نسالك بس. ماشي اتفضل، هو المفروض ان احنا اللي نسالك بس، ما فيش مشكله، عاملين انتوا عليا حفله. اتفضل اسال واحنا هنجاوب على السؤال. لا لا، انت حبيبي يا كابتن منظم، انت عارف حبيبي يا كابتن كمال، ربنا يوفقك يا رب. هو السؤال للكابتن عبد الرحيم الاول، انا عايز اعرف، لان سمعت خبر امبارح ان الناشئين هتتلغي والدرجه الرابعه، فانا عايز اعرف هتتلغي ولا لا؟ لسه ما فيش اي خبر رسمي او اي قرار رسمي طلع من اللجنه اللي بتدير اتحاد الكوره او اي كلام رسمي عن الموضوع ده، كلها اجتهادات، سواء كان من الكابتن احمد شوبير او من الكابتن امام محمدين، كلها اجتهادات شخصيه بناء على الاجتماع اللي تم بينهم ما بين اللجنه الثلاثيه اللي بتدير اتحاد الكوره. تمام. هو كابتن مندو بقى، عايز اعرف اهدافه ايه في المرحله الجايه بعد الصعود ان شاء الله باذن الله مع نادي بيراميدز باذن الله. يا ريت بس يا كابتن كمال توطي صوت التلفزيون وتسمعنا بس من الموبايل. شكرا ليك بقى كابتن كمال، الخط اتقطع لكن السؤال موجود للكابتن مندو، اهدافك في الفتره اللي جايه ايه؟ والله هدفي ان انا اعمل لعيبه كويسه
مش رغم ان انا طلعت 3 بس السنه دي، لا انا عايز اطلع ال 25 لاعب اللي عندي لانديه اكبر. والحمد لله كان كنت مصدر المجموعه بتاعته، وكان معايا بيراميدز ومعايا فرق كويسه جدا. كنت ماشي اول لحد الاسبوع اللي فات، فلحد ما قابلت بيراميدز والحمد لله ما حصلش توفيق، وخسروني، خسرت 2-1. بس كنت عامل ماتش كويس، واكيد الماتش هيتذاع دلوقتي، هيطلع في لقطات معايا، لقطات ليه موجوده هتنزل لحضراتكم. انا كنت عامل حجم كبير قوي لبيراميدز، ليت العكس يعني. انا ليت العكس، انا مش عايز اتكلم على الماتش دلوقتي، لما يتذاع دلوقتي ان شاء الله باذن الله هطلع لك لقطات انا استغربتها. طيب يا محمود، كنت عايز اعرف منك مين مثلك الاعلى في كره القدم داخل مصر؟ داخل مصر محمد صلاح طبعا. محمد صلاح. طيب وانت يا نور، كنت عايز اعرف برضه مين مثلك الاعلى في سواء كان في مصر او خارج مصر؟ انا حاليا دلوقتي في مصر كابتن الاول ابو تريكا طبعا. طبعا عشان النجم الكبير، انا بحب ابو تريكا جدا جدا. طبعا بره مصر انا بحب دي بروين، ونفسي ابقى زيه الصراحه. لو نفسك تحترف بره مصر، ممكن تحترف يكون فين؟ ان شاء الله يبقى في مانشستر سيتي. ان شاء الله ربنا يكرمك يا نور وتحقق حلمك وهدفك، وخصوصا ان انا عارف ان الامكانيات عندك امكانيات كبيره جدا تساعدك وتوصلك. وانا من هنا بوجه النداء للكابتن محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2003. في مجموعه كبيره جدا من اللاعيبه مواليد 2003 في نادي الشمس، على راسهم مصطفى عيد، ما ننساش غيابه، كان موجود معانا النهارده لكن الظروف الصحيه منعته. اللاعب نور حسين ديفندر وهاف شمال وباك يمين، بيلعب في كذا مركز. اللاعب مصطفى عيد بيلعب باك شمال وهاف شمال. اللاعب معاذ عاشور بيلعب فيرود وراس حربة. اللعبة دي لعبة مميزة جدا، يا ريت حضرتك تبص عليهم وتشوفهم في تجمع لمنتخب مصر، اكيد هيفيدوا مصر كلها ان شاء الله باذن الله. ودي ثقة فينا وثقة في ان حضرتك بتدور على العناصر المميزة اللي تبقى موجودة في منتخب مصر. ارجع لحضرتك تاني يا كابتن موندو، كنت عايز اعرف طبيعة الاجواء والاستعدادات في قطاع ناشئين برنامج لمسة ولعبة ونادي الاتحاد عرب غنيم للموسم الحالي في ظل الظروف والامكانيات المتاحة. والله الحمد لله، انا اولا عشان ما انساش حد، انا معايا جهاز محترم جدا، معايا مدربين على اعلى مستوى، كابتن خالد عزام، كابتن سعد عبد المغني، الكابتن كمال، الكابتن عبد الله مدرب الحراس. فالحمد لله قدرنا نعمل فريق كويس الحمد لله. كنا ماشيين زي ما قلت برده من دقيقه، قلت ان انا ما كنت ماشي اول لحد الاسبوع اللي فات، فالحمد لله انا دلوقتي حاليا متصدر المركز ثاني، وعندي ماتش يوم الجمعه. الماتش ده هيفرق معايا جامد قوي، ولو لسه في امل ان انا ممكن اركب تاني اول. ربنا يوفقك كابتن موندو في اللي جاي. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفقره الثانيه من برنامجكم لمسه ولعبه. بشكرك جدا يا محمود فصيح، بشكرك جدا يا نور، ربنا يوفقك في اللي جاي. اعزائي المشاهدين، هنخرج لفاصل وتقرير من مباراه بيراميدز ونادي الاتحاد عرب غنيم قطاع ناشئين برنامج لمسه ولعبه، ونرجع عليكم بعد الفاصل مع لعيبه جدد وموهوبين جدد من قطاع ناشئين برنامج لمسه ولعبه. انتظرونا.
أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الفقرة الثالثة من برنامجكم لمسة ولعبة. طبعا سعدني برضه أشرف أرحب بالكابتن مندو المدير الفني نادي عرب غنيم مرة ثانية، واللاعب مصطفى رجب لاعب الاتحاد عرب غنيم ولاعب قطاع ناشئين برنامج لمسة ولعبة. أهلا وسهلا بك يا مصطفى. أهلا وسهلا. واللاعب مصطفى أشرف لاعب الاتحاد عرب غنيم وقطاع ناشئين برنامج لمسة ولعبة، والكابتن عبد الله نادي لاعب والكابتن عبد الله نادي مدرب حراس مرمى نادي الاتحاد عرب غنيم وقطاع ناشئين برنامج لمسة ولعبة. مرحبا بك يا كابتن عبد الرحيم ومرحبا بالساده المشاهدين يا كابتن. اهلا وسهلا بكم، شرفتونا نورتونا النهارده ببرنامج لمسة ولعبة. هرجع لحضرتك تاني يا كابتن مندو، كنت عايز اتكلم معاك عن بتفكر لايه في الفتره اللي جايه في فرقه مواليد 2004 في نادي الاتحاد عرب غنيم؟ انا بفكر ان انا اكمل بيها. انا كنت وعدهم في الماتش اللي فات ده، انا قلت ان انا لو ما كسبتش الماتش ده وبتوش رجاله انا كنت قايل لهم ان انا اسيبكم وامشي. فالصراحه لا، انا شفت عناصر كويسه جدا وعناصر الرجاله ومنظومه ناجحه، يعني انا حابب ان انا اكمل بيها. والله في عندي لعيبه قسما بالله يلعبوا ممتاز. احنا شفنا في الفيديو اللي اتعرض قدامنا في مباراه نادي بيراميدز، لا شفنا فرقه بتقنن كوره، يعني المجهود والتعب ده خد منك قد ايه وقت عشان تعمل فرقه بتنقل كوره من تحت قدام نادي ثقيل زي نادي بيراميدز؟ والله يا كابتن يا خد مني فعلا المجهود، بس ارجع واقول برده كانت لعيبه رجاله بتنفذ اللي انا بطلبه منهم، وطبعا الجهاز كان معاونه وكان مساعدني، فالحمد لله قدرت ان انا اعمل فرقه بتنقل الكوره من تحت، بتبدا الهجمه من تحت، ودي نادر ان انت تلاقي فرقه ناشئين. تتفرج على الدوري الناشئين مش هتلاقي فرقه بتتحضر من تحت. انا عامل الشغل ده الحمد لله. الاوت بتاعي بعمل بيه جمله، بجيب منه جوان، الفاول ذات نفسه وبرده بجيبه جوان، الركنيات بجيب منها جوان، ومعايا برده في الفيديو هتتفرج على الفيديو تمام. انا عامل الحمد لله بسم الله ما شاء الله، يعني معايا تيم كويس الحمد لله. طيب يا مصطفى، كنت عايز اتكلم معاك برده عن بدايتك في الكوره، جت ازاي، كيفيه انضمامك لقطاع ناشئين برنامج لمسه ولعب؟ انا الاول كنت بلعب في نادي عرب غنيم مواليد 2003، استمريت معاهم 4 سنين. انت مواليد 2004 يا مصطفى؟ ايوه، بس انا كنت بلعب معاهم 2003. استمريت معاهم 4 سنين، وجه قطاع ناشئين لمسه ولعبه كابتن مندو اكتشفني وضمني معاه في الفريق. ربنا يوفقك يا مصطفى. طيب وانت يا مصطفى اشرف، ازاي كان انضمامك لقطاع ناشئين برنامج لمسه ولعبه ونادي الاتحاد عرب غنيم؟ لا انا كنت بلعب في مركز شباب عندنا، كابتن مندو كان عندنا واتفرج عليا وقال لي تعالى معايا. طيب كابتن عبد الله، كنت عايز اتكلم معاك عن شغل حراس المرمى، شغل مهم جدا لان حراس المرمى النهارده مصر كلها بتعاني من مركز حراس المرمى. كنت عايز اتكلم معاك بقى شغل وطبيعه التدريبات لحراس المرمى والعناصر الموهوبه المميزه الموجوده عندك في قطاع ناشئين برنامج لمسه ولعبه. والله يا كابتن عبد الرحيم، بص انا معايا مجموعه كويسه جدا من اول 2008 لغايه 2004. معايا عبد الله في 2008 كويس جدا، ومعايا محمد في 2006، ومعايا مجموعه كويسه في 2004. قرب بس المايك. محمد عادل يكون محترم، ومعايا يوسف احمد، ومعايا يوسف تاني، ومحمد علي، معايا اخوان كويسه. يعني هو طبيعه تدريب حراس المرمى بيبقى صعب شويه بس عن تمرين اللعيبه، ف تمام سهل ان شاء الله باذن الله. كده كابتن عبد الله تخرج لنا مواهب مميزه جدا، لكن رجع لنا الكابتن كمال فتحي تاني للخط مره ثانيه. اهلا وسهلا بك يا كابتن كمال مره ثانيه. حبيبي انا خليت الكابتن مندو جاوب لك على السؤال اللي انت سالته له على الهواء. تمام. انا كنت الصوت بس يا كابتن كمال بتاعك بيقطع. تمام. انا بتمنى طبعا التوفيق للحريف اللي معاه في الاستوديو كابتن مندو، على مدير فني على مستوى عالي. مصطفى طبعا راجل نجم ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه يا رب. ومصطفى وكابتن عبد الله مدرب حراس ممتاز جدا. انا بس بوجه سؤال معلش للمسؤولين ان يهتموا شويه بالناشئين. انا عندي في 2006 كذا لاعب كويس جدا، حتى انا قابلت انديه فيهم لعيبه كويسه جدا وخامه كويسه لمنتخب مصر في المستقبل. فانا بتمنى لكل التوفيق، وبتمنى الناس تهتم شويه بالمسؤولين ويكون عدم قرار الغاء مسابقه الناشئين ده مش في صالحنا خالص، وان شاء الله ربنا يكرم الجميع. انت ايه رايك في موضوع الغاء؟ لا طبعا ده كارثه كبيره جدا، الغاء مسابقات الناشئين، يعني للسنه الثانيه على التوالي يتم الغاء مسابقات الناشئين.
لا ده صعب جدا وموقف صعب جدا على منتخب مصر للناشئين، هيأثر بالسلب على منتخب مصر للناشئين مش على الفرق اللي بتشارك في الدوري بس. تخيل لما لاعب يقعد في البيت 3 شهور او 4 شهور، لا جسمه هيبقى ازاي، لا عشان ترجعه هيبقى ازاي، احنا تعبنا ازاي، تعبنا كتير جدا عشان نرجع الفرق وقطاع الناشئين تاني مره تانية ويعملوا مستويات كويسه جدا، فلما اجي اللعيبه دي تقعد تاني لا الموضوع صعب. بالظبط، فهي دي وجهه نظر اللي انا عايز اقولها للناس، فبلاش يعني حتى انتوا يعني في احباط بالنسبه للاعيبه الصغيره ديت، وانا شايف ان فيهم خامه كويسه جدا جدا. انا عندي كذا حد مثلا في عندي الهاف ليفت ده هداف الدوري ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله كابتن كمال هنستضيف منهم لعيبه عندنا هنا في الاستوديو. انا بشكرك جدا باذن الله حبيبي، شكرا لك يا كابتن كمال وبالتوفيق لك في اللي جاي. طيب يا كابتن مندو، كنت عايز اتكلم معاك عن ابرز العناصر الموجوده عندك في الفرقه، مين هي ابرز العناصر ومركزهم ايه؟ والله يا كابتن انت حطيتني في موقف محرج، لان فعلا بجد انا عندي ال 25 لاعب، ال 25 رجاله، بس برضو في لعيبه لا تستاهل ان انا اذكر اساميها. مصطفى رجب، مصطفى اشرف، مصطفى رجب دوره جاي لان ده البديل الذهبي بتاعنا في قطاع الناشئين لمسه ولا لا. بسم الله ما شاء الله، يعني انا كنت بجد كنت زعلان قوي على الاصابه اللي هو كان موجود فيها، بس الحمد لله قدرت اوقفه، قلت ان انا اطلعه منها الحمد لله. في ماتش نزلته بتاع السلام، نزلته جاب لي 3 اجوان، كنت خسران 1-0 جاب لي 3 اجوان. تمام الماتش اللي فات كنت متعادل 0-0 الشوط الاولاني، نزل جاب لي جول. فلا هو موفق وقريب من ربنا، فعشان كده ربنا كرمه. معاه مصطفى بسم الله ما شاء الله شايل لي خط الظهر، من اللعيبه برده المميزه ولها مستقبل كويس في كره القدم. معايا احمد خالد عشان ما انسوش برده، كابتن الفرقه طبعا، احمد خالد من اللعيبه المميزه، من اللعيبه المميزه جدا كمان معايا موجوده في بيلعب في اي مكان يا كابتن، لعب جوكر، احطه باك بيلعب، احطه نص ملعب بيلعب، في اي حته في الملعب بحطه فيها بيأدي بصوره كويسه. عندي ابراهيم وعشان ما انساش حد، وعنده معاذ، وعندي سومه ده بسم الله ما شاء الله، يعني بص هو رمانه الفرقه، قلب الفرقه، اللي هو حته لعيب قصير بس بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمه ويحفظه يا رب، وان شاء الله باذن الله اشوفه في حتت كويسه ان شاء الله. العناصر بقى اللي دعمت بيها الفرقه من بره، خصوصا انا عارف ان احنا عندنا لعيبه من بره محافظه القاهره، ده صعب يكون موجود، لكن الحمد لله بفضل الله قدرنا نحقق الموضوع ده، وقدرنا يكون موجود عندنا لعيبه من خارج محافظه القاهره بتيجي وموفرين جزء ولو بسيط بنقدر نساعد بيه، سواء كان من سكن او من غيره، لكن احنا بنأدي دورنا اللي بنتمنى ان كل الناس تأدي دورها وتقدم كل واجباتها. يعني مين ابرز اللعيبه اللي موجوده برضه عندك من المغتربين؟ النقطه ديت تمام انا كنت هتكلم فيها، على انا هتكلم على محمد شعبان وحسن وصدام. انا اول ما جبتهم كلمت المسؤول، انا قلت لهم اللعيبه دي هتبقى لها مستقبل كويس قوي في كره القدم، اللعيبه دي انا مش هنساها ومش ناسي حقها، لا ده انا لو اتكلمت عليهم هاخد وقت كتير قوي، بس ربنا يكرمهم ويوفقهم يا رب، وان شاء الله اشوفه في احسن الانديه باذن الله. خاصة حسن ومحمد شعبان بجد يعني بيبقى جايين من محافظات تانية متغربين عشان يلعبوا كرة القدم هنا في القاهرة، لو مش حابين المدرب ومش حابين المنظومة ما كانش تواجد. طب وانت يا مصطفى بخصوص ان انت بقى نزلت، انت جايب هدف، كم هدف لحد دلوقتي؟ أربع أهداف في الماتشين اللي انت نزلت فيهم بديل برضه وجبت الأربع أهداف. طيب إحساسك بقى إيه لما انت نزلت بديل وجبت أربع أهداف وبقيت متساوي مع هداف الفرقة، خصوصا برضه صدام هداف الفرقة برضه؟ كان إحساسي إن أنا فرحت كابتن مندو وفرحت الفرقة، إن هو وقف جنبي كتير ووقف إصابتي وهو اللي وقفنا على رجلي بعد الإصابة، أهلني وقعد يمرني برايفت لوحدي، فالحمد لله إن هو اللي وقفنا على رجلي بعد الإصابة. طيب وانت يا مصطفى اشرف كنت عايز اتكلم معاك عن اصعب موقف مر عليك وانت بتلعب كوره. السنه اللي فاتت السنه كان عندي ايه اللي حصل بقى السنه اللي فاتت خلى موقفك صعب اللي خلاك ممكن في يوم من الايام ممكن تفكر انت تبطل كوره؟ السنه اللي فاتت يعني مثلا كانت الاجواء بعد انتهاء ازمه كورونا، كانت الدنيا صعبه جدا عليك. لا قبليها قبل ازمه كورونا في المطوشه. اول ما خمس مطوشه كنت بتمرن وبعمل وما بنزلش تمام، وقلت بقى وفكرت. اقول لك نصيحه على الهواء دلوقتي، لازم لاعب الكوره يصبر ويستحمل ويجتهد. هو ده اللي حصل، والتوفيق ونزولك في الملعب ده حاجه بتاعت ربنا، انت بتعمل اللي عليك عشان كده ربنا بيكرمك. ما هو ده اللي حصل، ودلوقتي بقى بقيت اساسي الحمد لله. طيب عايز منك رساله اخيره يا كابتن عبد الله.
رسالة أخيرة منك لحراس المرمى كابتن حراس المرمى لحراس المرمى للفرقة عموما رسالة أخيرة نختم بيها. بسم الله. بقول لك كابتن أتوما جيت جديد، أنا كنت شايف إن كان كابتن ماندو كان عامل مجموعة كويسة جدا وفرقة، أنا قبل ما يكونوا لعيبة قلتها كتير لكابتن ماندو إن دول قبل ما يبقى لعيبة كرة دول رجالة، يعني بيبقى نزيل ملعب رجالة وربنا يوفقهم في اللي جاية. كل شكرا ليك يا كابتن عبد الله، شكرا ليك يا كابتن ماندو نورتنا، شكرا ليك يا مصطفى، شكرا ليك يا مصطفى، شكرا ليكم شرفتونا نورتونا ببرنامج لمسة ولعبة. أعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة من برنامجكم لمسة ولعبة، انتظرونا كل يوم أربع الساعة 6 على قناة الصحة والجمال.